النعمة لكم والسلام بمعرفة ربنا باسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. بسم الله وكلمته وروحه الإله الأحد آمين. سيداتي سادتي إخوتي أخواتي، في أيامنا هنالك أسئلة، هل الكتاب المقدس وبالذات الإنجيل المقدس ينقل إلينا كلاما عن شخصية حقيقية هي السيد المسيح، أم هي شخصية وهمية لم توجد في التاريخ؟ طبعا المطلعون على أمهات الكتب والمصادر في التاريخ يعرفون جيدا أن شخصية السيد المسيح وجدت فعلا في التاريخ كما نقول في القرن الميلادي الأول، ولكن بما أننا أيضا في عصر الإلحاد والشكوك فيجب علينا أن نرد كما يقول القديس بطرس في رسالته الأولى الفصل الثالث الآية 15، كونوا دائما مستعدين أن تدافعوا عن الرجاء الذي يعمر قلوبكم، ولكن ليكن ذلك بوداعة ووقار. إذن هنا كأننا للحظة نترك الإنجيل الطاهر، وهذا هو نصه الأصلي في اللغة اليونانية، ونلجأ إلى التاريخ. هنالك شهادات من التاريخ الخارج عن الكتاب المقدس، الخارج عن الكتاب المسيحيين، الذي يشهد للوجود التاريخي للسيد المسيح. ممكن أن نقول أن من أول الشهادات، أو لنقول أن من أول النصوص أو الوثائق، ما ورد في كتاب الحوليات للمؤرخ الروماني تاشيتوس. وقد يقول قائل أن هذه الحوليات تعود إلى سنة 115 بعد الميلاد. على كل حال يورد الكاتب تاشيتوس ما يلي في كتابه المذكور في كلامه، في سياق كلامه عن المسيحيين، يأتيهم هذا الاسم من المسيح كريستوس الذي سلمه الوالي بونتيوس بيلاطس إلى العذاب في عهد القيصر طيباريوس، أو في عهد طيباريوس. المؤثر والمشوق في الأمر أن تاشيتوس يستند إلى إبلينيوس الشيخ. إبلينيوس الشيخ في كتابه التاريخ يقدم لنا وثيقة، وإذا جاز التعبير شهادة أفضل وأقدم، بما أنه كان يرافق الجنود الرومانية سنة 70 للحساب الميلادي. وإذا ما يقوله أو ما يكتبه تاشيتوس يستند إلى ما ورد في كتاب تاريخ إبلينيوس الشيخ. أما إبلينيوس الفتى، وإبلينيوس الفتى كان واليا في ولاية بيتينيا، وهي من أعمال آسيا الصغرى ولعلها في تركيا اليوم، فإنه يكتب تقريرا إلى الإمبراطور ترايانس، وتاريخ التقرير هو سنة 111 للحساب الميلادي. فقد بلغت أذناي الإمبراطور ترايانوس وشايات كثيرة على المسيحيين، وقيل له أنهم مجرمون، أو كما تقول العامة قتالوه قتلا. فطلب أو فوض الوالي إبلينيوس الفتى أو إبلينيوس الصغير أن يتحرى عن أمور المسيحيين في ولايته،
فرفع إبلينيوس إلى الإمبراطور هذا التقرير وكتب أن لا شيء من قبيل الإجرام عند المسيحيين، ولكن عندهم أمرا غريبا، أنهم في بعض أيام ولعلها أيام أحد يجتمعون قبل طلوع الشمس وينشدون للمسيح إشادتهم بإله. إذن هنا لا ينكر وجود المسيح، بل يقول تعظيم شأنه أو عظيم شأنه عند أتباعه المسيحيين. أما التلمود وبالذات في الكتيب المدعو سندرين أي المحفل في فقرة 43 ألف، فإنه لا ينكر وجود يسوع الناصري أبدا على الإطلاق، بل يتشدق كاتبو التلمود بأن قوم اليهود هم الذين كانوا وراء الحكم عليه بالإعدام تعليقا أي صلبا، ويرد حرفيا ما يلي: عشية الفصح علق أي صلب يسوع لإغوائه إسرائيل أي الشعب العبري بالسحر. إذن هنا يشوه التلمود حقيقة معجزات السيد المسيح وينسبها إلى السحر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقول بوجود يسوع وبتعليقه ويفتخر بهذا الأمر. وهنالك شهادات أخرى، مثلا إذا ذهبنا إلى روما وبالذات إلى البلاتينوم، فهنالك نجد اليوم في المتحف نجد أجلكم الله حمارا مصلوبا، رسما هو الحمار المصلوب، وتحت الرسم مكتوب في اللغة اليونانية أليكسامينوس يسجد لإلهه، أليكسامينوس يعبد إلهه. إذن هذا تلميح واضح وتشنيع واضح وثني بالسيد المسيح والسيد المسيح المصلوب. إذن عندنا شهادات أخرى أيضا من التاريخ يضيق بها المقام اليوم، ويكفينا إذا أردنا أن نعود برهة إلى العهد الجديد نفسه أن نقول: لم يكن من مصلحة الرسل والتلاميذ لا في كرازتهم ولا في كتاباتهم أن يقولوا أن المسيح المنتظر ميلخ مشيح حسب العقلية العبرية، أنه ولد في مغارة ومات على الصليب وعاش فقيرا، لم يكن ذلك في مصلحتهم على الإطلاق. لم يكن في مصلحتهم أن يذموا أنفسهم وأن يبينوا جبنهم وخيانتهم وكذبهم، خصوصا عند آلام السيد المسيح وعدم فهمهم لتعاليمه، مع أنهم عايشوه ورأوا معجزاته وسمعوا أقواله المأثورة الخالدة مدة لا تقل عن 3 سنين. إذن كل هذه السلبيات التي يوردها الإنجيليون وسائر كتاب العهد الجديد بإلهام من الله ووحي منه تعالى تدل على صدقهم. أنهي هنا إذن هذه المداخلة القصيرة، راجيا لكم دائما أن نتفحص جميعنا الكتب وأن نجد فيها الحياة، وشكرا لإصغائكم.